السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب تالت ثانوي دفعة 2024، يا رب تكونوا بخير. معنا النهاردة إن شاء الله مع فيديو جديد وفيديو للسيشن نمبر 3. مراجعة سريعة في البداية كالمعتاد على اللي حصل في السيشن الحصة التالتة، وبعد كده بناخد الهومورك. وبنأكد معاك كل مرة إن تحت في الديسكريبشن تحت عندك ممكن هتلاقي الفيديو متقسم جزئين، بارت 1 عندك هي ريفيجن اللي خدناها على السيشن، وبارت 2 هو الهومورك بتاعك على طول. وتحت برضو عندك في الديسكريبشن بتلاقي اللينك الاولاني ليك، هو لينك للشيت اللي بنحل منه في الفيديو، بيبقى اللينك للشيت فاضي، واللينك التاني بيبقى لنفس الشيت دوت محلول، بحيث انك لو مش لاقي وقت حتى تشوف الفيديو ممكن تعمل تشيكنج للهومورك بتاع سيادتك، ولو في حاجه وقفت قصادك بتعلم عليها وبتشوفها من الفيديو على طول. نقول بسم الله ونشوف السيشن نمبر 3 اخدنا فيها ايه. في السيشن نمبر 3 رجعنا بشكل كبير على الرايتنج، اخدنا رايتنج باراجراف ورايتنج اساي، بس لسه الايميل، لان الايميل ان شاء الله هيبقى في السيشن نمبر 4. فانت اخدت الباراجراف واخدت الاساي وفضلك الايميل السيشن اللي بعدها. بنعتذر طبعا على ان الصوت متاثر شويه، ده ناتج اني مجهد حبتين الفتره اللي فاتت بسبب كتر الكلام، فعذرا يعني لو الصوت ما كانش كالمعتاد هتحسه ضعيف حبتين شويه. نقول بسم الله ونشوف مع الناس اخدنا ايه على مدار السيشن. لو فاكرين اتفقنا مع بعض كده ان الاس هيجي لك ازاي في الامتحان، هيجي لك عن طريق، هنعمل زوم كده ونكتب، هيجي لك عن طريق سؤال واحد في اخر الامتحان عليه 4 درجات، يعني عليه 1%، تكتب اس اي. السنه اللي فاتت قال لهم اكتب 6 lines، احنا هنكتب ايه؟ احنا هنكتب الاس المعتاد من 18 ل 25 lines، من 18 ل 25 سطر، ده لمده 6 شهور. وهنيجي عند اخر شهرين هنخليك تكتب 6 lines، اللي هو لو حبي يطبق الكلام ده على الامتحان السنه دي كمان. فنقعد 6 شهور نكتب اسي كامل، واخر شهرين تكتب 6 سطور بس، بحيث انك تكون دقت من كل حاجه. عليه سؤال واحد، والسؤال دوت ب4 درجات في اخر السنه. ده بالنسبه للرايتنج العملي البراكتيكال. ما تنساش ان كان في سؤالين تانيين على الرايتنج، ودوت اسئله النظري جايلك تشوز عليهم درجتين. يعني الرايتنج بيجي لك عملي وبيجي لك نظري. عملي سؤال واحد عليه 4 درجات بتكتب بايدك، سؤالين نظري في تشوز على كل واحد فيهم درجه واحده. نبتدي الرايتنج العملي الاساسي. الرايتنج العملي بتاعنا يا مستر اللي انت هتكتبه بايدك ان شاء الله البراكتيكال كويشنز، هو كويشن واحد بتكتب فيه اساي. اتفقت معاك على 3 اتفاقات، قلت لك ان الاساي كلمه اساي معناها في الانجليش انك بتكتب من 3 ل 5 paragraphs، من 3 ل 5 مرات باراجراف. يعني ممكن تكتب ادي 1 2 3 paragraphs، ده اسمه اساي، لان طبعا واحد هيبقى انتروداكشن والتاني بادي والتالت كونكلوجن. طب لو حبيت تكتب 4 paragraphs او 5، اكيد اللي هيزيد في البادي، ممكن تزود 2 body او ممكن تزود 3 body وتخلي الاسي بتاعك عباره عن 5 paragraphs. ده بالنسبه للديفينيشن بتاع الاساي. لما رحت على الديفينيشن الثاني بتاع الباراجراف، اتفقت معاك ان الباراجراف بيتكتب من 5 ل 7 sentences او lines. يعني الباراجراف الواحد بيتكتب فيه من 5 سطور ل 7 سطور، من 5 جمل ل 7 جمل. لان سيادتك لما كنت بتكتب انترودكشن كنت بتكتب سطر ونص كده، كنت بتفتكر ان ديت انترودكشن ودوت باراجراف. ما ينفعش يا مستر، مفيش باراجراف في الانجليش اقل من 5 سطور. رحت بعد كده على تعريف السنتنسز، وقلت لك السنتنس الواحده معناها 1 full stop. يعني هقعد اعد لك في الرايتنج اللي انت هتكتبه استخدمت كام فول ستوب عشان اعرف واشوف انت استخدمت كام سنتنس. طيب والسنتنس ديت لا تتعدى ال3 سطور، فما تفضلش تكتب 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 في السنتنس، تكتب سنتنس من غير ما الاقي فول ستوب. عيب الاقي 3 سطور يا استاذي مفهومش فول ستوب ابدا. ما ينفعش يا مستر، لازم السنتنس تبقى سطر، سطر ونص، سطرين، سطرين، سطرين وربع، اخرك سطرين ونص، 3 سطور. ما تخليش سنتنس تزيد منك عن 3 سطور يا مستر عشان تعرف تلاقي مكان تكمل فيه الباراجراف بتاعك. دي 3 تعريفات اتفقت معاك عليها، ده بالنسبه للرايتنج براكتيكال وانت بتكتب رايتنج. بعد كده رحت على الكومن ميستيكس اللي انت بتعملها، وانت بتعمل ميستيكس اخدنا كده 3 كومن ميستيكس انت بتقع فيها. اول واحد فيهم انك بتكتب الاسي 1 بلوك. اول مشكله عندك انك تكتب الاسي 1 بلوك، قلنا ما ينفعش تكتب الاسي 1 بلوك، لازم يتقسم يا مستر. لو عملته كده قطعه واحده كانه ما فيش اي باراجرافس كده ما ينفعش، بتنقص عليه درجات. طيب الميستيك التاني عند حضرتك انك بتعمل
تقسيمه غلط. لما تيجي قسمت قسمت غلط، رحت عملت سطر ونص افتكرته انتروداكشن، حطيت لي 6 7 سطور في النص افتكرتهم بادي، وفي الاخر سطر ونص سطرين افتكرتهم كونكلوجن. ما عنديش باراجراف في مستر غير لما يكون من 5 to 7 sentences or lines، سواء كان انتروداكشن او بادي او كونكلوجن. طيب المستيك الثالث اللي ممكن تقع فيه هو انك بتنسى الاندنتيشن، السبيس اللي بتسيبها في بدايه كل باراجراف. مع بدايه كل باراجراف هنا وهنا وهنا لازم تسيب اندنتيشن، سيب السبيس اللي بتسيبها في البدايه. انت متعود تسيبها في اول لاين، الكلام ده ما يصحش، لازم في بدايه كل لاين من كل باراجراف، مش الباراجراف الاول بس يا استاذ. هنا بقى لا بتحط ارو ولا بتحط فول ستوب ولا بتحط صباعك عشان تقيس هتسيب قد ايه، حضرتك بتسيب مسافه يا دوبك، بس مسافه كلمتين او ثلاثه بالكتير. طيب هتقول لي اسيب لاين ما بين كل باراجراف والتاني، اوبشنال، عايز تسيب لاين عايز ما تسيبش الموضوع يرجع لك. طب انا هعرف بدايه الباراجراف الجديد من فين؟ هتعرف بدايه الباراجراف الجديد من الاندنتيشن، من السبيس اللي هتسيبها مع بدايه كل باراجراف، بحيث ان شكل البيرفكت الاساي يبقى الشكل اللي انت شايفه دوت. الشكل اللي انت شايفه هو البيرفكت البيرفكت فورم للاساي، ان يبتدي بانترودكشن فيها 5 لـ 7 سطور فيها اندنتيشن في البدايه، بتروح على البادي نفس الفكره من 5 لـ 7 فيها سبيس في البدايه، وكونكلوجن من 5 لـ 7 فيها سبيس في البدايه. ده الشكل العام والشكل البيرفكت الاساي بتاع سيادتك ان شاء الله. مش لازم كلهم يكونوا متساويين، مش لازم كلهم 5 5 ولا 6 6 ولا 7 7 7، لازم اي واحد فيهم بيبقى من 5 لـ 7، مع الوضع في الاعتبار ان الكبير بيبقى البادي طبعا. وزي ما قلنا للناس لو هتزود عدد باراجرافس يبقى في البادي، زي ما بتروح تشتري ساندويتش لما بتقول له دبل او تريبل، هو مش بيزود لك العيش، هو بيزود لك البرجر اللي بيتحط في البادي، فبالتالي البادي هو اللي بيزيد. طيب ده بالنسبه للشكل. طب المضمون في الباراجراف او في الاساي ممكن ابدا بايه؟ قلنا كده بعض الجمل الكليشيهات، عايز تستخدمها استخدمها، مش عايز الموضوع يرجع لك. ممكن في الانترودكشن تستخدم اي جمل من دول، سواء بقت كريستال كلير، اي كان نوت بي دينايد، اتس تيكن فور جرانتد، اي دونت اكزاجيريت وين اي سي، لا ابالغ حينما اقول. طيب في الكونكلوجن، وهاخد الكونكلوجن الاول، في الكونكلوجن ممكن تستخدم اي واحده من دول. Last but not least, to sum up a fair conclusion of what has been said. وده الأمر في دوت يرجع لك فيهم يا مستر. في البادي حرصنا على الناس وقلنا ما ينفعش ما ينفعش وانت بتكتب بتكتب تكتب تحط فول ستوب وتروح تبدأ السنتنس بأند، أو تبدأ السنتنس بسو، أو تبدأ السنتنس ببات، أو تبدأ السنتنس بيكاز. كل الكلام دوت ما ينفعش، ما ينفعش أبدأ السنتنس بأي كلمة من الكلمات ديت يا مستر. أمال أبدأ بإيه؟ قدام سيادتك الكبيرة أهو، بداية and حرام، استخدم مكانها moreover أو further than more أو in addition to that. ما ينفعش أبدأ ب but أبدأ ب yet أو however. ما ينفعش أبدأ ب cause أبدأ ب as أو ب since. ما ينفعش أبدأ ب so أبدأ ب hence أو thus أو consequently أو as a result أو that's why. يعني دولت الكلمات اللي ما ينفعش أبدأ بيهم السنتنس، ديت ييجوا في نص الكلام، لأنهم لو شطور وبتعرف تلقطها وهي طايرة، دول درسناهم في حاجة اسمها compound sentence، في نص الكلام مش في أول الكلام يا مستر. وديت كانت ورقه تانية كان ممكن تستخدمها، ورقه بتزود فيها الستايل بتاع سيادتك وانت بتكتب، بتعلي لك الستايل اللي انت بتكتب بيه، تقدر تشوفها وتستخدمها معاك وانت بتكتب الاسي بتاعك، وكان عندك هوم ورك طبعا تكتبه انك تكتب اسي. طيب خلص الجزء النظري او سوري الجزء العملي بتاع الايميل اللي هتستخدمه وانت بتكتب ايميل يا مستر، فاضل الجزء النظري. الجزء النظري اللي هيجي لنا في تشوز، هتكلم دلوقتي على مستوى الباراجراف، مستوى الباراجراف الواحد، يعني الباراجراف الواحد بالظبط بنقسمه لايه؟ هتعرف طبعا زي ما قلنا من شويه من 5 ل 7 لاينز بنقسمهم ل 1 2 3 ل 3 ايتمز. او قلنا مع بعض ان بنمثل اول واحده اسمها توبيك سنتنس، التوبيك سنتنس ديت هي المين ايديا، هي التوبيك سنتنس بتاعت الباراجراف اللي بتقول فيها النقطه المهمه او النقطه الرئيسيه اللي هتشرحها في الباراجراف جوه. طب نمبر 3 هي الكونكلودنج سنتنس اللي بتختم فيها الباراجراف، اللي بتعمل فيها ريفيوينج، اول واحده بتعمل بريزنتنج للايديا، واخر واحده بتعمل ريبريزنتنج للايديا، اول ظهور للتوبيك هنا، وهناك في الكونكلوجن هو الظهور الثاني للتوبيك. يعني بتقول انك بتقول اسم التوبيك او المين ايديا بتاعت التوبيك في اول مره قدام في التوبيك سنتنس، وبتكرر في الكونكلوجن نفس الكلام بس بصيغه تانية. يعني اللي قلته في اول سنتنس في الباراجراف بيتقال في اخر سنتنس but in another words، تستخدم ستايل تاني في الكلام.
اما في النص بتحط حاجه اسمها سبورتنج ديتيلز، ودي اسمها البادي، البادي بتاع الباراجراف لوحده. يعني الباراجراف الواحد بيتقسم لثلاث حاجات: توبيك سنتنس، المين ايديا، سبورتنج سنتنسز، واعرف انها سنتنسز كتير مش سنتنس واحده، فيها كل الديتيلز، والكونكلودنج اللي فيها ملخص اللي اتقال. طبعا شرحنا كل الكلمات دي بالتفصيل وشرحنا اهميتهم في السيشن نفسها. وادي شكل البيرفكت باراجراف، بيبتدي بالاندنتيشن، ما تنساش بيبتدي بتوبيك سنتنس، سنتنس واحده فيها المين ايديا، بتروح على السبورتنج سنتنسز، وقلنا انهم ات ليست 3 سنتنس، على الاقل 3، لان 3 بلس 1 فوق و1 تحت يديك ال5 المينيمم سنتنس نمبر بتاع الباراجراف. وبتنهي بالسي اس اللي هي الكونكلودنج سنتنس يا مستر، سنتنس واحده كختام زي التوبيك سنتنس بالظبط اللي فوق بس باسلوب مختلف او بطريقه ثانيه. بعد كده دخلنا عملنا هايلايتنج في الكتاب عندك، لو انت ناسي الهايلايتنج قدامك لو حابب تراجع عليه. اتكلمنا هنا عن ايه لو تفتكر؟ اتكلمنا عن رايتنج الباراجراف نفسه، وقلنا الديفينيشن بتاع الباراجراف انه a group of sentences، لكن ان الاساي الديفينيشن بتاعه a group of paragraphs. وبعد كده بيديلز وذ سنجل ايديا، بتعامل مع فكره واحده مش اكتر. انا بقول بشكل سريع مش بشكل مفصل عشان ما اطولش الفيديو، انت حضرت معايا السيشن، بس دي كويك ريفيجن. قلنا ان الاساي دوت ممكن ستاند الون وممكن يبقى جزء من اساي. ستاند الون يعني ممكن يجي لك الامتحان سؤال اكتب باراجراف واحد زي ما عمل السنه اللي فاتت. وشرط ان كل الباراجرافس او كل عناصر الباراجراف تبقى ريليتد تو ذا مين ايديا. قسمنا الباراجراف ل 3 ايتمز: توبيك سنتنس، سبورتنج سنتنسز، وكونكلودنج سنتنسز. بنعتذر تاني على الصوت، بس معلش والله هي وعكة صحية بالنسبة للصوت نتيجة للإجهاد الشديد اللي بذلناه على الفترة اللي فاتت. بالنسبة للtopic sentence، الجملة المحورية بتكتبها في أول السنتنس، أول الباراجراف، شرحناها من شوية وقلنا وظيفتها أنها present the main idea of the paragraph. يبقى أول واحدة present the main idea of the paragraph، لكن represent هي الconcluding، لأن represent معناها أنك تمثل، تظهر للمرة التانية. كان ليها شروط التوبيك سنتنس: الشرط الاولاني انها انكلود ذا مين ايديا، لازم تقول فيها المين ايديا. والشرط الثاني انها تبقى كومبليت سنتنس، ما تقوليش مثلا كمبيوترز فول ستوب، مفيش حاجه اسمها كمبيوترز فول ستوب، لازم تبقى جمله كامله سنتنس فيها سبجكت وفيرب وكومبلمنت. بعد كده رحنا لعبنا مع بعض لعبه كده، لعبه كانت بتقول قدامك قدامك التكست عايزين ليه التوبيك سنتنس او عايزين ليه التايتل، كانك بتختار تايتل. فاول واحد كان بيكلمك على الكمبيوترز واخترناها مع بعض اللي هي نمبر بي، واعمل بوز وحل تاني لو انت ما حضرتش معانا السيشن. في نمبر 2 كان بيكلمك هنا عن الايميل واخترناها مع بعض برضو في السيشن، كانت نمبر دي. بالنسبه لل 3 هوريك الانسر بتاعتها واشوف انت حللها ليه كده. ايميل works in a very new way. You don't use the telephone but you must have a telephone line. You write your letter on the computer, then you tell the computer to send it to someone. Your computer sends it by telephone line to a big computer. The big computer sends your letter to another big computer. That computer sends it to the small computer on the address. That's how people use email talk. الحل بتاعها يبقى number B اللي هو how email works. في number 4 بيقول لنا the internet is not only email. People use the internet in other ways too. You can use the internet to find something in a library. The library can be in a country in the world. Your computer talks to the computer at the library. Then you can ask to read books, or computer talks to the computer at the library. You can also ask the library to send information. The information travels by the internet to your computer. Then you can use it whenever you want. والحل بتاعها يطلع لك زي ما انت شايف نمبر سي، using the library on the internet. خلصت انت من التوبيك سنتنس، رحت على بعدها. اللي بعدها كان اسمها ايه؟ كان اسمها سبورتنج سنتنس، وديت نمبر 2. الوظيفه بتاعتها انها ديفلوب ذا مين ايديا، بتطور فيها المين ايديا، تتطور وبتكبر وتحط فيها الديتيلز يا مستر. الديتيلز بتاعتك بتبقى عباره عن اكزامبلز، بتبقى عباره عن ريزنز، بتبقى عباره عن ديسكريبشن يا استاذ. الشروط بتاعتها انها بتبقى ارينجد لوجيكلي، اللي هي مترتبه ترتيب منطقي. ريزن بيؤدي للريزلت، يعني ما ينفعش تكتب بشكل عشوائي وتقول يا جماعه معلش انا نسيت اقول لكم فوق ان حصل كذا كذا كذا. وبيقول لك not begin a new topic، ما ينفعش تبدا فيها topic جديد، لان topic جديد بيبدا مع paragraph جديد. الباراجراف الواحد بيناقش فكره واحده بس.
وبعد كده المفروض تبقى be closely related، مرتبطة ببعضها to the topic sentence. كل الموضوعات بتصب في نفس topic sentence يا أستاذي. حلينا مع بعض exercise number 2. كان في question 1 و 2 لما 1 اتكلمنا فيها عن الدكتورز وطلعت معنا في السيشن ان الدكتورز هاف ان افكت upon our life، وفي نمبر 2 برضو لما الراجل كان بيزور اماكن القاهره وطلعت معانا ان ماي فيفرت سيتي ان ذا وورلد از كايرو. نكمل الحل مع بعض لان حليت انا 1 و 2 بس معاك، والحل قدامنا ممكن نقراها مع بعض. Snow is beautiful when it falls. After a few days the snow is not beautiful anymore. It starts to melt and the clean streets become muddy. It's difficult to walk anywhere. The sidewalks are slippery. Slippery يعني متزحلق، بتزحلق شوية. Snow also causes traffic problems. Some roads are closed. Other roads are hard to drive on. The drivers have more accidents on snowy roads. يعني كل ده بيتكلم عن إني people like snow. بس دي جانب آخر. But I don't know. عشان هو قالك في الآخر but I don't like it. For number 4. First of all, we need money to repair old roads and build the new ones. We also need more to pay workers, salaries, and to pay for services such as trash collection. Finally, more tax money is needed to give financial help. بيتكلم هنا على الضرائب. والحل بتاعها زي ما انت شايف طلع number A. We should raise city taxes. أنا بختار topic sentence المناسب. First of all, the teacher patient. They explain things without getting bored. In addition, they are organized. They plan what happens in every class. Good teachers are also encouraging. They help students understand the subject. Finally, good teachers are fair. They treat all the students the same. اطلع لك اكيد number D. Good teachers have special qualities. ومع اخر واحدة بيقول لك people use a variety of interactive websites. For example, people use social networking sites to share information. People also use them to keep in touch with friends. Most people who work for social networking sites enjoy their jobs. أكيد الحل بتاعها يبقى number A. Many kinds of interactive website. خلصنا topic sentence وخلصت supporting sentence. اتفضلك آخر حاجة اللي هي concluding. Concluding sentence وظيفتها انها بتعمل remind. Remind the reader بتفكرك باللي انت قلته في topic sentence، لان قلنا topic sentence هي concluding but in another style. عشان كده كتبنا عليها من فوق restate the topic sentence، بتعيد صياغة topic sentence. مستر كان ليها شروط، من شروطها انها review the main idea، والشرط التاني انها اكيد بتيجي في نهاية الباراجراف. الشرط التالت اللي كاتبين عليه very important انها not introduce new ideas، وياك تحط افكار جديده في الكونكلوجن يا مستر. حلينا مع بعض exercise number 3. كان عباره عن passage وبنختار لها الكونكلوجن بتاعتها. 1 و 2 حليناهم، طلعت سي وطلعت دي. تعال نكمل مع سيادتك number 3. My favorite hobby is fishing. I started fishing when I was 12. My father took me out on his boat and showed me how to catch fish. I like to go fishing every weekend. But difficult now that I'm studying a lot. والحل بتاعها يطلع A. Fishing is very special to me. For number 4. Writing is not only a way to communicate. It's a tool for expressing your thoughts and exploring new ideas. Ever since I was young, I have kept a diary. I wrote my thoughts in my diary every day. Now that I'm older, الآن وقد كبرت, I still enjoy writing. And I often write short stories. Sometimes I still like to write down my thoughts at the end of the day. It helps me understand myself better and it helps me see my life more clearly. الحل بتاعها يطلع I need to conclude writing is a top priority for me. بختار ال concluding sentence. آخر سؤال عندي في number 5. For people around the world, the Red Cross, الصليب الأحمر, is often the difference between life and death. For several years, the Red Cross, افتكر انها capital, has been helping people who are sick, victims of wars, and victims of natural disasters. يبقى الحل الconclusion بتاعها ان the Red Cross works hard and save many lives. ماشي. لو لاحظت ان الconclusion هي الintroduction بس بستايل تاني.
بيطلب من سيادتك رأيها خاص ما تكتبش الريليفنت سنتنس في الاسي بتاعك، يعني ما تكتبش سنتنس ملهاش علاقة بالكلام، لأن السنتنس اللي ملهاش علاقة بالموضوع بتعمل ديستراكشن، ديستراكت ذا ريدرز اتنشن، وبتعمل ابسيت للفلو للباراجراف، بيكسر تتابع الأفكار في الباراجراف يا مستر. وحلينا مع بعض لعبة كده في الظهر، كانت بتقول اختار السنتنس اللي ملهاش علاقة بالموضوع، السنتنس الايرليفنت. نمبر 1 طلعت معانا كانت سي، و2 كانت سي برضو، 3 كانت اي، و4 كانت دي. ده اللي حليناه في السيشن. تكملة الكلام هنحله مع بعض هنا. Cairo is a great town to visit on vacation. في ثلاث حاجات ليها علاقة بالموضوع وحاجة ما تنفعش، يبقى the traffic jams in the city are terrible، لأنها ملهاش علاقة، هو بيوصفها بشكل إيجابي ودي سلبية. طب 6 learning English is not always difficult، أو عايز أقول إن هو أحيانا بيبقى سهل. أما في دي ملهاش علاقة بالحوار، no matter where you learn English it's expensive to study. Football is my favorite sport، يعني حاجة بتعبر عن المدح في الفوتبول. جه في نمبر بي وقال لك many people get hurt during practicing football، والدوت مالوش علاقة. بعد كده رحنا على الستيبس اللي بتكتب بيها يا مستر، قلنا من كتاباتك للاساي لازم تعدي على 5 ستيبس. ستيب نمبر 1 انك بتكيب سكتش كبير كده، وبتكتب في نص السكتش بتكتب المين توبيك، الفكرة الرئيسية. وبعد كده بتروح بشكل عشوائي بتعمل برين ستورم يور ايديز، بتعمل العصف الذهني، بتعصر دماغك وتطلع كل الافكار، يعني بتكتب المين توبيك وبعد كده كل الافكار حواليها بشكل عشوائي. بتروح عند نمبر 3، ستيب نمبر 3 بتعمل اورجنايزنج يور انفورميشن عن طريق المايند مابينج، ووريتك مثال مثلا على المايند ماب، هو الابلكيشن اللي انا بستخدمه على طول اللي اسمه مايند مو. الابلكيشن هنا اهو مايند مو، ابلكيشن رائع، بتحط فيها المين توبيك في النص وبتطلع منه بقى كل حاجه انت محتاجها، هتكلم عن كذا، هتكلم عن كذا، هتكلم عن كذا، وليه اكتر من شكل مش شكل واحد. ورينا للناس اهو ليه اكتر من شكل المايند ماب، بتفيدك جدا في المواد يا مستر المحتاجه حفظ منك، بتبقى مفيدة جدا لانك بتحط المين توبكس في النص، وعقلك اللي عبارة عن سيلز بيحب يشوف السيلز اللي زيه يا مستر. ده عن طريق organizing your information. تروح على نمبر 4 بتكتب الاسي بتاعك عن طريق قلم رصاص او عن طريق درافت على جنب عشان تعرف تعدل عليه. واخر ستيب عندك هي البروف ريدنج، انك بتعمل ريفيجن على اللي انت كتبته. وزي ما قلنا للناس بعد ما تخلص كتابة الاسي، فاثناء الكتابة انت بتهتم بالجرامر والايديز، بعد ما تخلص منها خلصت الايديز روح راجع على الجرامر يا مستر علشان ما يطلعش عندك اي مستيك. بعد كده رحت على شكل الاسي نفسه، اتكلمت على مستوى الكبير، مستوى الكبير المقصود بيه مستوى الاسي كاملا، يعني الاسي اللي بيتكون من اتليست 3 باراجرافز بيتكون من ايه بالظبط. وقفنا واخدنا الكومبوننتس، الكومبوننتس اللي انت شايفها ديت هتشوفها بشكل عملي قدام هنا اهو. الاسي مستر بيتكون من انترودكشن وبادي وكونكلوجن، كل واحده فيها عناصر داخليه هتتسال عليها في تشوز فعرفها. هقولها بشكل سريع مش هقولها بشكل مفصل، ده بشكل سريع علشان تقدر تعمل ريفيجن على اللي حصل معاك في السيشن. قلنا قبل كده الانترودكشن بنرمز لها بالهرم المقلوب دوت، لانك بتمشي فيها من جنرال سبيسيفيك، لازم تاخد خطوه ورا في البدايه كلامك في الاسي، ما تخشش في الموضوع على طول. قلنا لو الموضوع بيتكلم عن الموبايل اول سنتنس عندك هتتكلم عن التكنولوجي، لو بيتكلم عن success in life اول sentence هتقول ان life is ups and downs. بتاخد خطوة واحدة ورا عشان تقدر تنطلق في المجال بتاعك في الرايتنج، زي السهم اللي بياخد خطوة لورا ياخد الطاقة بتاعته عشان يقدر ينطلق. طيب بيبتدي ايه الاسي بتاعك؟ بيبتدي بكلمة اسمها الهوك، وقلنا الهوك ديت it's a catchy sentence، sentence بتجذب الانتباه، الخطاف دوت بتجذب انتباه القارئ عشان تجيب رجله وتبدأ تشوف قد ايه هو يقدر ينجذب للأساي بتاع سيادتك. هي catchy sentence to attract the attention of the reader. بعد كده رحت عند الفوكس وقلت ان الفوكس انك بتنزل from general to specific، بتنزل من العام للخاص علشان المشاهد او القارئ يقدر يخش معك في التفاصيل. اما الباك جراوند قلنا انا وانت لما نيجي نكتب رايتنج من الذوق ان احنا ما نحطش معلومات جديده في البدايه، لازم ما نحسسش القارئ انه مش فاهم حاجه، بنقف على التفاصيل المشتركه بيننا، بنقف على ارضيه مشتركه، بعد كده باخد بايده عشان انزله على البادي واديله كل المعلومات الاضافيه، وده اللي بنعمله في شرح الجرامر
ببدأ بالجرامر البسيط اللي انت عارفه، بعد كده بوديك على جرامر بقى صعب ما شفتهوش قبل كده، وفي الاخر بتروح على اهم سنتنس في البرجر في الايسي كله اللي اسمها الثيسس. قلنا الثيسس دي كان اصلها توبيك سنتنس، بس بدل ما كان يبتدي يتكتب في البدايه راح اتكتبت في اخر جزء، يعني الثيسس جاي هنا. The last sentence in the introductory paragraph. هي the most important sentence في الايسي كله. وسألنا كده ان الايسي ليه كام thesis؟ الايسي ليه thesis واحدة بس. طب الايسي ليه كام topic sentence؟ مش هقول ثلاثة، هقول as many as the numbers of paragraph، بعدد الباراجراف بتوعه، لان ممكن ثلاثة أربعة خمسة على حسب عدد الباراجراف. كل باراجراف ليه topic sentence بتاعته. هتقول طب كده الانترودكشن ملوش توبيك سنتنس؟ هو ليه توبيك سنتنس بس سميناها ثيسس حطيناها في الاخر. ليه ما جاتش في الاول؟ لان في الاول انت لسه بتعمل زي النسر كده، بتعمل هوفينج اوفر للبري، بتتحوم حوالين الموضوع، لسه ما دخلتش في التفاصيل، فمش هينفع تحط المين بوينت في الاول. حطيت المين بوينت في الاخر على اساس انك تبدا تشرحها تحت يا مستر. طيب لما رحنا للبري قلنا البادي بيبدا بحاجه اسمها توبيك سنتنس. شانه شان اي باراجراف لازم يبدا بتوبيك سنتنس وينتهي بكونكلودنج سنتنس. الباراجراف العادي طب في التفاصيل اللي في النص السبورتنج ديتيلز بيبقى فيها سبورتنج وايفيدنس واناليسيس، كلهم بيدوروا حوالين الديتيلز. لو عايز تعرف تفاصيلهم قوي هما مش عليك، السبورتنج هي المعلومات العامه عند كل الناس، الايفيدنس هي الاستاتستكس الاحصائيات، والاناليسيس هو مجهود سيادتك ومشاركتك ورايك، هل ده هتستمر ولا هتقف. بعد ما تخلص البري كنت بتروح على الكونكلوجن، والكونكلوجن قسمناها ل 3 ايتمز، موديفايد فوكس وموديفايد ثيسس. وقلنا سمعنا كلمه فوكس وثيسس فوق في الانترودكشن، طب ليه بنقولهم في الكونكلوجن تاني؟ حابين نقول لك ان الكونكلوجن هي الانترودكشن but in another words، كانك بتكتب الانترودكشن تاني بس بستايل مختلف، نفس اللي قلناه في الباراجراف بنقوله في الاساي. وفي الاخر بتنهي ايه؟ بتنهي بتشالنج يا مستر، يعني ما تريحش القارئ، حاول تختم بكويشن تساله عن رايه، انت شايف ان الدنيا هتستمر ولا لا؟ تسيبها اوبن اند بس من غير ما تكون خليت بالموضوع، تكون شرحت الموضوع بالكامل، بس تسيبه وتستثير ذهنه يعني بالاسئله. ده شكل الاسي بتاع سيادتك، الشكل العام اهو، وخرجنا هنا بنقول كده لو تفتكر كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول الشكل اللي انت شايفه ده. It's recommended to start writing your essay with the body. ازاي هبدا الاسي بالبادي؟ مش معناها ان انا هكتب البادي في الاول، لا يا مستر، معناها ان اللي بروح اكتب اسي يفضل ان نروح ابدا بالبادي على طول، يعني اسيب اول 8 10 سطور للانترودكشن واروح عند البادي اكتب البادي اللي انا عايزه، احط فيه كل التفاصيل احطها هنا، كل التفاصيل جوه، وبعد ما اكتب كل التفاصيل اللي جوه دي اعمله سمرايزنج مرتين، مره اعمل سمرايزنج الخصه مره فوق في الانترودكشن ومره الخصه تحت بلغه ثانيه في الكونكلوجن، هيطلع لك احسن اسي كتبته في حياتك. انت بدات بالبادي وحطيت كل الافكار، لكن لو مشيت بالطريقه المعتاده بتاعتك انك بتبدا بالانترودكشن هتلاقي نفسك الانترودكشن قلت فكرتين ثلاثه وعمال تلف وتدور حواليهم لانك زنقت نفسك، لكن في النص في البادي مستر انت بتحط كل التفاصيل. ادينا مثال بسيط كده كانك بتعمل حواوشي في البيت، وانت بتعمل حواوشي انت اول حاجه بتعملها اللحمه، وعلى اساس اللحمه على اساس كم اللحمه بتشوف هتعمل كام رغيف، يعني على اساس البادي يا مستر بتروح تختار الانترودكشن والكونكلوجن، طبعا مع الفرق في التشبيه يعني، ولو ان الاثنين طبيخ مش فارقه. المهم يا مستر خلصت انت شكل الباراجراف من بره، رحنا عملنا هايلايتنج جوه، عملنا ان الايسي دوت ا جروب اوف باراجرافز، لكن الباراجراف كان جروب اوف ايسي، وكتبنا ان المين بوينت، ودي جالك في الكويز بتاعك بتاع الاسبوع اللي جاي، ان المين بوينت في الباراجراف اسمها توبيك سنتنس، لكن المين بوينت في الايسي اسمها ثيسس ستيتمنت يا مستر. طيب الايسي دوت برضو ديلز وذ ا سينجل سبجكت يا مستر، قسمناه ل 3 ايتمز. نمبر 1 كان الانترودكتوري باراجراف، وظيفتها انها بريزنت ذا توبيك، وبما انها بريزنت ذا توبيك قسمناها لاكثر من حاجه، قسمناها النمبر 1 الهوك لو تفتكر، وكان ليها اسم تاني اسمها اتنشن جرابر، لازم تبقى كاتشي تو اتراكت ذا ريدر and his attention. وبعد كده كان في باك جراوند شرحناها فوق، وكان في ثيسس، طبعا هو ناس الفوكس ما قالكش التفاصيل بس التفاصيل قالها لك فوق انا بالتفصيل وخليتك تكتبها في السيشن. راح ادالك السبورت وراح ادالك الكونكلوجن، ما ادكش برضه تفاصيلهم وانا قلتها لك فوق يا معلم. ما تنساش ان في الكونكلوجن is very important not to give new information، ما ينفعش تحط معلومات جديده في الكونكلوجن.
رحنا حلينا مع بعض الأسئلة المهمة، وقلنا من نمبر 1 لنمبر 4 في غاية الأهمية. قلنا إن a group of sentences that talk about one idea كان اسمها paragraph، لكن a group of paragraphs كان اسمهم essay. A thesis statement هي المين ايديا لمين؟ هي المين ايديا للأسي. لكن التوبيك سنتنس هي المين ايديا للباراجراف. وسألك هنا قال لك it gives interesting information that gets the reader attention، بتجذب انتباه القارئ فين؟ في الهوك. ما لقيتش الهوك، بس انا عارف ان الهوك موجوده في الانترودكشن فروحت اخترت الانترودكشن. اداك توبيك سنتنس اسمه alternative energy source، وقال لك عايزين دي ثيسس، عايزين فكره عامه توضح المين بوينت وتبدا تشرح عليها. احسن ثيسس اخترناها مع بعض كانت نمبر دي، انها تتكتب في نهايه الباراجراف الاولاني وتنزل تشرح. طيب في كويشن 7 سالك مين في دولة ممكن استخدمها ككونكلوجن، واخترنا مع بعض انها نمبر بي. وقلنا عرفنا منين انها كونكلوجن؟ انه قال لي as this essay explained، وكما وضح لكم هذا المقال. وفي نمبر 8 بالنسبه للناس اللي متابعانا، او بالنسبه للناس اللي متابعانا دلوقتي ومش معانا في السيشن او ما حضروش معانا يعني بتابعنا بس على اليوتيوب، تحت في الديسكريبشن بوكس هتلاقي البي دي اف فاضي يا مستر. البي دي اف فاضي، ممكن تنزله فاضي وتحل الكويشنز ديت وبعد كده ترجع تكمل معانا براحتك. طيب نكمل. لما رحت انت عند كويشن نمبر 8، في كويشن نمبر 8 زي اللي انت شايفه دلوقتي اساسي، قال لك في كويشن نمبر 8 اني محتاجين فيها ايه؟ as this essay discussed، بما انه قال as this essay discussed يعني بيتكلم في الكونكلوجن. دورت ما لقيتش كونكلوجن، اكيد هجيب حاجه قريبه من الكونكلوجن، هي كلمه summarize. بعد كده اداك باسج وقال لك الباسج دي موجوده في اي جزء في الاساي. قال لك 10 years ago people always got free plastic bags، وقال لك ان الناس احوالها اتغيرت دلوقتي، كانت change their behavior to protect environment، يعني بديك reason او بديك explanation، والexplanation ده موجود فين؟ في supporting، عشان كده اخترت supporting the topic by providing details. اخر question، question number 10 قلنا عليه very important، قال لك مين تحت ما بتكتبش في الانترودكشن؟ كلهم بتكتبوا في الانترودكشن ما عدا واحدة بس، ما عدا number D اللي فيها examples لانها بتتكلم في البادي. طلبنا من الناس الهومورك بتاعها ان هو كان اكسرسايز نمبر 7، اكسرسايز نمبر 8، اكسرسايز نمبر 9، كلهم كان رايتنج، وقلت لك تشوز اونلي وان اوف ذم، اكتب عن موضوع واحد بس فيهم يا مستر. ده الجزء الرايتنج اللي اخدناه مع بعض في السيشن. بعد الرايتنج روحنا اخدنا جزء في الترانسليشن لو فاكر. في الترانسليشن كالمعتاد كل مره بناخد جزء رايتنج، جزء ترانسليشن، جزء كومبريهنشن، بحيث ان السكيلز دي كلها تخلص لك على اول 4 سيشن سيمستر. اتفضل افتح لنا الرايتنج مع حضرتك. الرايتنج اللي وقفت فيه كان في بيج 134. لما اخذنا مع بعض الرايتنج كان في بيج 134. اتفضل افتحها لنا، هعمل ريفيجن سريع على اللي اخذناه هناك. كان جزء بسيط، ما كانش جزء كبير. بيقول لك هنا رول اسمها the verb is the core. يعني the verb is the core يعني هو the most important item in a sentence is the verb. اهم جزء في ال sentence هو ال verb. مفيش sentence مفيهاش verb خالص. مفيش حاجة اسمها sentence without a verb يا مستر. ممكن استغنى عن ال subject، ممكن استغنى عن ال object، ممكن استغنى عن object مع ال intransitive لما اقول I slept، intransitive verb. طب ممكن استغنى عن السبجكت؟ ايوه ممكن. لما تيجي لحد الاوردر تدي له اوردر تقول له ستوب، تيك كير، بي كيرفل. لكن مستحيل 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 استغنى عن الفيرب في السنتنس. السنتنس بتعبر عن اكشن والاكشن هو الفيرب يا مستر. طيب رحت حليت مع حضرتك. عند اكسرسايز نمبر 5 والحل بتاعها لو تفتكر كان طلع نمبر دي. بالنسبه للناس اللي مش معانا في السيشن ممكن تعمل بوز وتشوف الحل مع نفسك او تعمل سكرين شوت وتشوف قبل ما حل. المستيك في A كان في كلمه B completed، المستيك في B في كلمه must to، والمستيك في C كان في كلمه improved. في نمبر 2 يا مستر الحل بتاعها كان نمبر B. المستيك في A في كلمه home very، نسي كلمه is، مفروض is very useful. والمستيك في C كان في كلمة help، مفروض تبقى helps. والمستيك في D كان في كلمة keeping، مفروض and keeps. في number 3 الحالة بتاعها كان number A. مستيك في number B في كلمة has، مفروض you have. ولما قلبت المستيك فوق في كلمة اسمها you must always do، مفيش must to أصلا، بعد must
تلاقي بالبير انفينيتيف يعني انفينيتيف without you ما ينفعش الفول. والمستيف في بين ما قالش you should be، قال لك you should بس. في نمبر 4 يا مستر، في question number 4 الحل بتاعها طلع اي، الحل بتاعها طلع نمبر سي. كان في مستيك في اي في كلمه which help، مفروض which helps. المستيك في بي في كلمه been stopping، والمستيك في دي في كلمه spent. مع اخر question، question number 5 الحل بتاعها كان نمبر سي. المستيك في اي في are preferring، المستيك في بي في كلمه prefers، والمستيك في دي في كلمه tended. رحت عند كده البوسيسيف كيس، وقلنا في البوسيسيف كيس ديت يا مستر كانت ايه؟ كانت الابوستروفي اس اللي اخدناها في الرولز بتاعتنا في البانكتويشن. لو تفتكر افكرك بحاجه وبعتها لك انا على جروبك، هي الحاجه ديت لو تفتكر الشيتس اللي بعتناه فيه النوتس البانكتويشنال تريكس الشكل دوت، موجود عندك في الديسكريبشن بوكس في الفيديو اللي فات. الابوستروفي اس مع احمد سينجلر حطينا ابوستروفي اس، ستودنت واحد حطينا ابوستروفي اس. طب لما كانوا ستودنتس كتير خليناهم كتير الاول، بعد كده حطينا الابوستروفي. children women وpeople كلهم بلودر بس ما فهمش اس، بما انهم بلودر ما فهمش اس ممكن احط ابوستروفي اس عادي زيهم زي كلمه ستودنت سينجلر. طب لو قلت انس، انس اخره حرف الاس زي لميس والباقي، ممكن احط له ابوستروفي بس وممكن اخليه ابوستروفي اس. Alice and Hales كل واحد ليه اس بتاعته، يعني كل واحد ليه كتاب لوحده، عشان كده قلنا books. لكن علي and Hales apostrophe اس واحده، يعني كتاب واحد عايد على الاثنين. طيب لازم تعرف ان الجمادات النون ليفينج ثينجز الاشياء الجامده الغير عاقله، مش عايز اقول غير العاقل لان الحيوانات غير عاقله وبتاخد apostrophe اس، بس الجمادات يا مستر الاشياء اللي هي الغير حيه ما بتاخدش apostrophe اس. فما فيش حاجه اسمها the hotel's room، اسمها the hotel rooms او the room of the hotel. The car door أو the door of the car وكذلك الباقي. طيب ما كانش فيه حل هناك، والبرونونس برضو ما كانش فيها أي إضافات لأن فيها I و he و she و it والباقي، وعملنا الهاشتاج عند علامة number 8. بعد كده روحنا على الكمبرهنشن وأخذنا جزء في الكمبرهنشن هناك لو تفتكر، كان جزء بيتكلم عن حاجة اسمها inference الاستدلال. هنفتحه مع بعض. الكلام دوت كان في page كام؟ كان في بيج كام مستر؟ كان في بيج نمبر 109. في بيج 109 طبعا كل اللي فات بنكون حالينه في سيشنز فاتت، موجودة عندك في فيديوهات قديمة ممكن تشوفها. في 109 أخذت making inference تستدل على الشيء، لأن مش هينفع تحل بالشبه، الشبه مش هيجيب لك حاجة، لازم تحل عن طريق الاستدلال تفهم المعنى وتحل عليه. فضل تعالى نحل مع بعض كده. كان سؤال الى حد ما ساذج شويه بس هنحله مع بعض. Let's go swimming to cool off كان ايه؟ اكيد احنا كنا فين؟ كنا في الوينتر ولا في السمر؟ بما اننا هنروح swimming يبقى اكيد في السمر. وقال لك the moon surely looks bright معنى كده ان احنا الصبح في المورنينج. I'm starving معناها I want to eat something. بيشرح لك ان ان كانت artist she drew the moon with clouds with stars معنى كده انها ممكن ترسم ايه؟ ترسم السكاي. مستحيل ترسم trees وممكن فيما بعد ترسم الايروبلاينز. بعد كده راح لك على باسج عن تومي، الباسج بتاع تومي ان تومي ماما كانت راجعه من الجروسري لقيت ان الازاز يعني متكسر، والولد اللي اسمه تومي شاط الكوره في الازاز وبوظ الدنيا بس هي ما لقيتوش. وحلينا مع بعض الكويشنز لو تفتكر. تومي مام كولد اوت شي ووكد ان ذا فرونت دور. تومي شي كونتينيود شاوتينج Could you help me with these groceries? There was still no reply. Mom walked into the kitchen to put the grocery bag down on the counter when she noticed shattered glass. Elizas kan metkasser from the window all over the living room, and a football not far from there. بدأت تزعق في ابنها وتقول I'm going to kill you, Tommy. بس بتدور على الشوز بتاعته ما لقيتش إن الشوز موجودة، معنى كده إن البي عمل عمليته وخلع. في نمبر 1 before Tommy's mom returned home she had been اكيد كانت بتعمل شوبينج. هو ما قاليش فوق كلمه شوبينج بس عرفت من groceries عرفنا انها كانت بتعمل شوبينج. في نمبر 2 Tom had left the house before his mom returned home because اكيد كان خايف انها تضربه، يبقى he was afraid his mom would punish him. What happened to the glass of the window? The glass of the window طلعت نمبر A. Tommy had broken it with his pole. بعد كده راح في باسج جميله قوي، يا ريت تقراها يا ريت تقراها يا مستر. بيكلمك هنا عن انواع الناس اللي بتصحى
بتصحى بالليل وانواع الناس اللي بتصحى بالنهار، النكتورنال، الحيوانات اللي بتصحى بالليل والحيوانات اللي شغاله في النهار. مسج جميله، لو بصيت على الحل بتاعها انا هديك الحل على طول. لو عايز تقراها اعمل سكرين شوت واقراها يا مستر، لان يعني نديك الانسر على طول بتاعتها. في نمبر 1 يا مستر الانسر بتاعتها كانت A، وفي نمبر 2 الانسر كانت B، في 3 كانت D، و4 كانت C، 5 كانت نمبر B، و6 كانت نمبر A. بعد كده رحنا على 14 قريناها مع بعض. الراجل اللي كان شغال سيور انسبكتور، سيور انسبكتور مفتش في المجاري، بينزل تحت ويسلك المجاري تحت، اسمها داتي جوب. ياي، حتى العنوان كان كاتشي جدا. ممكن تعمل ستوب وتقراها لو انت ما حضرتش معانا السيشن، لاني هروح اديك الحل على طول. في نمبر 1 في الحل بتاعنا which adjective best describe Jeff Bag، الحل بتاعها مستر كان A، كان طلع نمبر B. which adjective describe his job، الجوب بتاعته كانت disgusting جدا. سألني هنا على السنترال مسج، المسج بتاعتنا ان هو كان فخور جدا بنفسه، كانت نمبر سي. اخر كويشن، في المستقبل ممكن يشتغل ايه يا مستر؟ قلنا في المستقبل ممكن يشتغل ديب سي درايفر لو عمل كارير شيفت لحاله. في السينونيم، في السينونيم رحنا حلينا السينونيمز على طول، وقلنا ان كلمه انجويد ايكوال لايكت، وكلمه كلو ايكوال ايديا، كلمة true equal correct، و rose يعني flower، و note يعني message. قرينا مع بعض المسج بتتكلم عن الروز، وقلنا ان في ايام الفراعنه زمان كانوا بيستخدموا الروز وبيزرعوهم ويحطوهم حتى في المقابر بتاعتهم. وحلينا الكويشنز اللي عليها اللي طلعت تحت، نمبر 4 كانت طلعت undamaged، ونمبر 5 طلعت rose. ودوت كان ملخص سريع في 40 دقيقة كده على اللي حصل في السيشن، رايتنج والترانسليشن والكومبرنشن اللي خدناها. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل الهومورك بتاعنا. هنروح للهومورك بتاع حضرتك. الهومورك بتاع سيادتك كان عن ايه بالظبط؟ نفتح الجورنال بتاعتنا ونشوفها. الجورنال في السيشن نمبر 3 قدامك اهي. انت درست بالنسبة للرايتنج، درست البرجراف والاساي رايتنج من بيج لبيج. الهومورك بتاعها كان عبارة عن رايتنج تكتبه هناك، والرايتنج انت هتكتبه هتجيبه معاك السيشن اللي جاية نصححه لنا ان شاء الله. ولو حد بيتابعنا من اليوتيوب دلوقتي وعايز يصحح له ممكن يبعت لنا على الواتساب عادي، مفيش مشكلة خالص ان شاء الله، ونصحح لك برضو وتشوف. طيب في الترانسليشن يا معلم، اخدت الجزء دوت وكان عندك هومورك تيست 5 و 6 و 7. الريدنج اخدت في الحصة، اخدت رول نمبر 6 و 7 وكان عندك هومورك 5 و 6. في الاكسترا كان عندك تيست 3 وتيست 4 في الاكسترا. هبدا ايه في الاول؟ انا هبدا بالاكسترا، بعد كده هروح للريدنج، واخر حاجه هاخدها للترانسليشن. يلا اتفضل معايا، حضر حاجاتك في الاكسترا في بيج نمبر 20، نحل تيست 3 وتيست 4 في الاكسترا بتاعتك يا مستر. في بيج نمبر 20 تعالى نبدا حل مع بعض على طول في الاكسترا بتاعنا تحت يا مستر. بالنسبة للقديم موجود عندك في الفيديوز هناك، ممكن تشوفه براحتك في بيج 20، نفتحها قصادك من تيست نمبر 3. كنا حالينا الأسبوع اللي فات لو تفتكر تيست 1 وتيست 2، وكان فيها شرح كلمة حاجات جميلة جدا شفتها أنت، كان فيها extra meaning و extra explanation. فنبدأ نحل مع بعض على طول يلا. Number 1 which is the main verb in the following sentence. Mean the main verb. The boy has decided to run away from the terrifying dog. مين الفيرب الأساسي؟ هي ترى has ولا decided؟ ده طبعا ده present perfect. في has or have الأوكسيلري، احنا مش عايزين الأوكسيلري، عايزين decided اللي هي آخر واحدة، مش عايزين helping ولا الأوكسيلري، احنا عايزين decided هو المين فيرب، الفيرب الأساسي. Which choice is the correct start for the following sentence؟ إيه أحسن start يا مستر؟ As to see Egypt with the African Cup of Nation. أحسن حاجة إنك تشوف مصر وهي بتكسب African Cup. أحسن حاجة اللي هي إيه؟ مش هينفع أقول I want is ولا that I want is ولا what I want. هي what I want is to see Egypt with the African Cup. طبعا want a distinctive ما يتحطش في الكونتينيوس. Which of the following sentence is complex؟ وشرحنا الأسبوع اللي فات يعني إيه complex، سواء في السيشن أو في الفيديو. complex يعني في conjunction في السنتنس رابط two sentence ببعض. في conjunction رابط two sentence ببعض يا مستر، رابط two sentence ببعض. طيب
but وso مش هينفعوا عشان but وso لو تفتكر واحنا بنشرحهم وانهم اسمهم compound sentence. فاضل conjunction في despite و conjunction في although. خد بالك ان despite ما ربطش جملتين، ده ربط ing بجملة، فدوت مش هينفع. انا عايز يربط sentence بsentence. conjunction اسمه although، ربط sentence اسمها he was ill مع sentence اسمها he won't work، والانسر يبقى number C. روح على بعدها، بيقول لك rearrange the sentence. احسن arrange the sentence وانت شايف، هيطلع لك number B، this is Adele's dog which bit me yesterday. طب ليه مش الاولى؟ this is dog Adele's، طبعا غلط. this yesterday غلط. this is Adele's dog yesterday، ده كان عادل، كان الهاو هاو بتاع عادل امبارح بس. most tourists like to winter in Egypt، اكيد تو بعدها infinitive، فوينتر هنا معناها ايه؟ معناها يعني يروح ايه؟ يروح يشتي بمعنى اصح. يبقى ديت verb لان جه قبلها تو. The cameras will detect potential criminals، يعني هتلقط. Moreover، moreover بتعبر عن الإضافة. مين هنا كلمة بتعبر عن الإضافة؟ إضافة يعني addition، وهتاخد ده بالتفصيل إن شاء الله في الإكسترا جرامر مع درس اسمه conjunction. في 7، what does to sum up؟ to sum up بتستخدمها للتلخيص، بما إنك بتلخص يبقى أكيد to summarize. Elizabeth has been studying for hours space، she hopes to do well on the test. لذلك جملتين ليها ادي بينهم علاقه ايه؟ كانها نتيجه للاولى، بانها نتيجه يبقى so، وso هي هي therefore. هاني ايت اند ايت space he never gain weight، بياكل وبياكل وعمره ما بيزيد في الوزن، ومع ذلك جملتين بينهم تناقض، مع ذلك يعني nevertheless، كانها but بالظبط او however. في 10 space can be used to men to mean from the opposite point of view، من ناحية أخرى، يبقى أكيد on the other hand اللي هي number B. 11 she experienced the worst time of her life in the hospital، which word is an adjective؟ adjective أكيد كلمة worst لأنها محطوطة هنا في superlative، أسوأ أيام حياتها. which choice is the correct start space sick Sammy left school early، هو اللي شعر، من هو اللي شعر، هو اللي عمل الاكشن يبقى فيلينج. وقلت لك ده اسمه participle clause، هيدرس ان شاء الله في الاكسترا جرامر، واديتك مثال عليه لما قلت لك kicked by my friends I cried with kicking my friends I ran away، انا اللي ضربتهم فبقول kicking my friends، انا اللي ضربت فبقول kicked by my friends، لما قلنا stolen I cried with stealing I ran away. في 13 كمال studies all the time space his brother never studies، من ناحية أخرى على العكس، وعلى العكس يا مستر كانت مين؟ كانت in contrast. which of the following sentence is structurally correct؟ Minna and her sister who are still young ما كملهاش، ده اسمه fragment. Minna and her sister are still young، أيوة دي شغالة. driving in the city during the rush hour، ده fragment ما كملش الجملة. children watching films of the violence، مالهم children؟ ما كملش برضو الجملة، دوت fragment، جزء من غير مكتمل. which of the sentence doesn't use a part of speech correctly، يعني مين تحت غلط، مين تحت غلط يا مستر، وده اكيد السؤال اللي انت وقفت فيه يا مستر. Maria who is in my class drinks coffee every day، تخيل ان every day هنا غلط، لان every day اللي هو كاتبها ديت adjective، لو اتكتبت one word تبقى adjective، محتاجه noun وراها. زي مين؟ زي اللي هم الامثله اللي مديها لك تحت دي، every day problem ديت صح، everyday issue، everyday trouble، كلها ديت adjective محتاجة noun وراها. لكن لما تتكتب مفصولة زي everyday، every لوحدها وday لوحدها، دي adverb، لا تتكتب في آخر الكلام لا في أول الكلام، يعني B صح و C صح. B و C ديت adverb تتكتب في أول الكلام أو في آخره لو كانت مفصولة، لكن لو كانت one word تبقى adjective محتاجة noun وراها، زي ما كتب صح في number D. فالمستيكن في number A أنه لازقها في بعض، بما أنها جاية في كلام مفروض في نهاية الكلام لازم تبقى مفصولة يا مستر. 16 I may be old but I can still ride a bike، ديت ايه؟ this is a، انا ربما كبير، but I can اللي فيها but، فاكر اللي كان فيها but كان اسمها ايه؟ ايوه and so but yet، الحاجات اللي بتاخد السيمي كولن مكانهم، يعني اسمها compound sentence. اما الكومبلكس اللي فيها conjunction زي although والباقي. when and Elizabeth had spent all the money at the book fair space they decided to skip shopping at the mall، صرفوا كل فلوسهم علشان كده، علشان كده اللي هي so اللي هي that's why. which sentence is
is created when you join two independent clauses. فاكر two independent؟ جملة مستقلة مع جملة مستقلة شرحناها كانت complex ولا compound. الcomplex يا مستر كانت dependent مع independent في conjunction. لكن ديت independent مع independent باستخدام كلمة زي and و yet و so و but كانت مين؟ كانت compound sentence. والكلام ده لو تفتكر شرحناه في الفيديو الأسبوع اللي فات وفي الحصص بتاعت الأسبوع اللي فاتت برضه. Ali would like to read many books. Space, he doesn't have enough time. هو عايز يقرأ كتب كتير. وهو في لكن للأسف للأسف he doesn't have enough time. مع جملتين تناقض يبقى لازم استخدم however. طيب على فكرة في تفكير تاني لبعض الناس ممكن تفكر فيه. مش عايز اقوله ان يعني مش عايز اقوله انه صح بس ده تفكير بعيد شويه. بعض الناس هتقول لك ايه؟ هتقول لك هو بيحب القرايه معنى كده علشان كده هو ما عندوش وقت اصلا. Therefore he doesn't have enough time. لا هو عايز يقول لك هو بيحب القرايه بس للاسف معوش وقت يقرا يا مستر. Which of the following is correctly structured? While I was waited دوت غلط. انا كده كنت منتظرا مش كنت منتظر. ما بتحطش في الباسيف كلمه wait يا مستر. Why waiting for the doctor I read a magazine. Waiting for the doctor. Waiting for the doctor. I read a magazine. هل ديت صح ولا مش صح؟ ايوه مستر اصلها ايه؟ While I was waiting for the doctor. While I was waiting. بدل ما تقول while I was waiting تكتب waiting على طول تبدا بالجيرند. طيب I was waiting for the doctor. The weather was extremely hot. ما حطش اي conjunction. عايز يربط جملتين يربطهم بالconjunction. فمش معاك. طب waiting for the doctor the weather دي بقى جملة من أخطر الجملة اللي هتاخدها في يونت 1. دي جملة من أخطر الجمل اللي هتاخدها في يونت 1 يا مستر. ما ينفعش أبدأ بـ ING يا مستر. ما ينفعش أبدأ بـ ING غير لما أوحد البني آدم. إزاي أوحد البني آدم؟ لما تبدأ بـ ING يبقى البني آدم اللي عمل الأكشن ده هو اللي عمل الأكشن التاني. لو قلت waiting for the doctor the weather was extremely hot كده الweather ما شاء الله عليك هو اللي كان waiting for the doctor والweather هو اللي كان extremely hot كده الweather هو اللي عمل two action هو اللي كان مستني. زي مين يا مستر؟ زي جملة هكتبها هنا وافكرك بيها على مدار السنة كلها وهسألك فيها وهعرف منها انك شفت الفيديو ولا لا يا مستر. الجملة بتقول while reading while reading ولا I was reading while reading ولا I was reading اختار ما من الاثنين. While reading ولا while I was reading comma the mosquito يعني ايه؟ ايوه الناموسة. Bit الباست من بايت bit me. While reading ولا while I was reading the mosquito bit me اختار مين في الاثنين يا مستر؟ اختار reading ولا I was reading؟ طبعا في كوما بعد بعد الجزء دوت. While reading ولا while I was reading the mosquito bit me. سيادتك لو قلت while reading هنا the mosquito bit me انت كده خليت الموسكيتو هي اللي عملت petting وعملت reading ودوت ما ينفعش. فلازم تبقى while I was reading. مش هينفع تستخدم ing غير لما توحد البني ادم. وهسمي الرول دي على مدار السنه والدفعات القديمه عارفه المروا علينا السنين اللي فاتت وحافظينها طول السنه بقولها بيسموها الرول بتاعت الموسكيتو توحيد البني ادم. لو عايز تقول وايل اي ان جي لازم توحد البني ادم في الناحيتين. عشان كده الجمله النمبر دي غلط لان لو قلت ويتنج كده الناحيه اللي هناك الانسان اللي عمل السكند اكشن هو اللي عمل فيرست اكشن كده الويذر هو اللي كان مستني الدكتور يا مستر والطقس ما انتظرش حد. أرجوك افتكر الرول دي لأن الرول دي هستخدمها معك على مدار السنة كلها. روح على تيست 4 عشان دوت تكملة الهومورك بتاعك. Which of the following sentence is incorrectly عايزين الغلط مش عايزين الصح. لو فكرت كده هتطلع معاك المستيك في نمبر بي. He got the job despite doesn't. مش حاجة اسمها despite doesn't. Despite بي وراها ing or noun وده هتاخده بالتفصيل في درس الconjunction. طبعا في الادفانسد في حاجات انت لسه ما خدتهاش انا بس بشوف انت بتعمل ايه في الحاجه اللي واقفه قصادك. في الحاجه الصعبه اللي ما خدتهاش هتعرف تتصرف ولا هتقعد تعيط. في نمبر 2 which of the following is a run out. يعني بقى run out دي حاجه لمحت ليها للسيشن في بعض السيشنز لمحت ليها بس لازم ارجع فيها واشوفها هنا عند الناس. بص يا مستر في كتابك هنا مديك بعض انواع المستيكس.
اللي ممكن تعملها، من انواع المستيكس اللي ممكن تعملها حاجه اسمها فراجمنت سنتنس، السنتنس الناقصه زي الجمل ديت. When they arrived at the house، لما رجعوا من البيت انا ما فهمتش حاجه، الجمله ما كملتش. طب نوع تاني من المستيكس اسمه ران اونز. ايه ران اونز ديت يا مستر؟ لما تلاقي ان في كلمه اتشاله، في كلمه ناقصه، جملتين راكبين في بعض بطريقه غلط، اتنين فيرب جايين ورا بعض. People travel abroad suffer from problem. بعض الناس تقول لك ان الجمله ما فيهاش مشكله، دي كارثه، ده حاطط فيرب ورا فيرب. المفروض يقول people who travel abroad suffer from a lot of problems، او people traveling abroad suffer from. ده اسمه run out يا مستر. يعني run out لما كلمه تبقى ناقصه في الجمله، او two verbs مركبهم على بعض هما مش لاقيين على بعض يا مستر، ما فيش two verbs جايين مع بعض. يعني نشوف sentence ورا التانية على طول. السنتنس الاولانية teacher always like students who sit in the classroom. شغال. teacher always like students sitting، ممكن اقول who sit او sitting، الاثنين شغالين. teacher always like student that sit، students that sit اللي بي that هي who، فالاثنين شغالين. teacher always like student sit، بس كده ادي verb وادي verb، ما حطش هنا لا هو ولا ذات ولا بدا ب ing يا مستر، ما فيش تو فيربس جايين ورا بعض، فده اسمه ران اوت يا مستر. تقدر تبدلها بكلمه هو. teachers always like students who sit in the classroom quiet. choose the best words to complete the following sentence. the medicine can protect، المedicine هي protect مين؟ you from coronavirus and your family، كده المedicine هيحميك من كورونا فيروس ويحميك من الفاميلي بتاعتك، وده غلط. coronavirus and you from the family، كده المedicine هيحمي كورونا فيروس ويحميك انت من العائله بتاعتك. type your family and coronavirus from you، كده المديسن هيحمي عائلتك ويحمي الفيروس منك. طب you and your family from coronavirus، ايوه طبعا هي نمبر دي. which of the following sentence is fragment، fragment يعني جمله ناقصه ما اديتكش معنى كامل. my friend has black hair، شغاله جمله كامله. this is a wonderful movie، برضو شغاله. we are eating pasta for dinner، برضو شغاله. the girl who has round face، البنت اللي عندها وش مدور مالها؟ لسه ما اكتشفتش حاجه في المينينج، ده اسمه fragment يا مستر. روح عند نمبر 5. choose the best word or words to complete the sentence. in her free time Nada loves space reading and trying new. في حاجه في الانجليش اسمها parallel. ايه parallel؟ اللي بيجي قبل and هو اللي يجي قبل بعدها. قبل and في ing، بعدها ing، يبقى دوت parallel ورا بعض، ing هات كلها ورا بعض، وساعتها بسميها dancing. dancing reading and trying new recipes، اللي انت بتسميه في العربي العطف بيتبع المعطوف. Way to choose the correct start for the following sentence. إيه أحسن start للsentence ديت يا مستر؟ space that gave me the present. my sister was that، أكيد لا مش was that يا مستر. my sister the person، نسي is أصلا. it was my sister، أيوة يا مستر، وده الـ impersonal. impersonal يعني الحاجة اللي أنت لسه مش عارفها، بدأت بيها بـ it. that was my sister. طب ليه مش الأخيرة؟ my sister that gave، ما انا قلت my sister that gave الجملة ناقصة. my sister that gave me the present مالها برضو؟ ما عرفتش عنها حاجة. which of the following sentence is correctly structured. keep an eye on the food so that it doesn't burn. خلي عينك عشان الأكل ما يبوظش. أيوة فعلا شغالة. keep an eye on the food so that doesn't، محتاجة it. in order that، محتاجة sentence، ودوت غلط. in the hope that، محتاجة sentence، ودوت غلط. despite being on a diet I'm going to have a big meal tonight. the linking word despite معناها على الرغم من. مين تحت معناها على الرغم من؟ يبقى despite of. وده درس conjunction هتاخده بتفاصيله ان شاء الله في الاكسترا جرامر. طيب my favorite color is red. my dining room is painted red. this is a the simple sentence ولا complex sentence ولا fragment. my favorite color is red. my dining room is red. دخل جملتين في بعض، دخل جملتين في بعض مفروض يفصلهم. يعني تحس ان تو فيربس ورا بعض، ادي از وادي از، مفروض فول ستوب يبدا سنتنس جديده، هو ما عملش كده، فده اسمه ران اوت يا مستر، ده ميستيك. طب ليه مش فراجمنت؟ فراجمنت معناها جمله ناقصه. لا ده هو جمله هنا بزياده، ده في زياده في المعنى. adverbs are usually used to describe. الادفيرب بيديسكرايب امين من اسمه كده، اد يعني بيعمل اديشن، بيعمل اديشن لبين يا مستر، بيعمل اديشن للفيرب. الكلام ده موجود عندك في اول فيديو خالص، الفيديو التمهيدي. which part of the speech is incorrect in the following. مين تحت غلط؟ I as well as Ali have tried
have tried. I, as well as Ali, have tried to lift the heavy bag, but it was too heavy. بعد تفكير عميق منك هتكتشف ان كلمة lift مكتوبة غلط. مفروض lift L-I-F-T معناها يرفع. lift something. لكن lift ديت شمال يا مستر. طيب والباست منها lifted بالاي دي لان دوت regular عادي. choose the best word for to complete the sentence. The dog was excited, running, barking, and ايوه كمل بقى البارلل. ing وراها ing وراها ing تبقى chasing. اعمل rearrange. How well your family stay in long. How well your family stay. You like the sentence that has the correct. How well your family stay in Luxor long. طبعا long هنا غلط. How well long هنا غلط. How long your family will. Will stay in Luxor. لا لازم تجيب الفيرب في الاول اللي هو الاوكسيلري اللي هو ويل. عشان كده اخترناها مين؟ اجيب الاوكسيلري في البدايه والمودل فيرب اللي هي ويل. How long will your family stay. And transitive verbs اللي مش بتحتاج لاوبجكت زي I slept. This means they can't be followed by. لسه بقول ما ينفعش يجي وراهم اوبجكت عشان كده اخترنا اول واحده. بعض الناس تقول طب ليه مش compliment. compliment مش بس اوبجكت. compliment ممكن يبقى اوبجكت او adjective او adverb او preposition. ممكن يجي وراهم عادي adverb. I slept late. وليت انا وصفت السليبنج تبقى adverb. The technician is going to perform a check on the car. The word check تقدر تعربها انها ايه؟ ايوه فعلا noun معناها فحص وحاطط قبلها ال a. Which of the following is correctly structured بين تحت structure صح؟ Lost in the city, little George didn't know. ايوه بدأ بالبي بي لان ده اللي حصل فيه فعلا. When he was lost in the big city, little George didn't know where he go. يا مستر where should he go غلط. مفروض where he should مش where should he. طب when he is lost in the big city, little George didn't know. قالك is مفروض دي واحد التنس لا present لا past. When he lost in the big lost هو كده اللي فقد. مفروض when he was lost او got lost. يا مستر go missing we get lost. go missing we get lost محتاجة when he get lost او كده يا مستر. طيب روح على 17. I will check the map to see where we are. check هنا تعربها ايه؟ هيعمل action والaction دوت اسمه verb. which of the following sentence doesn't have a part of speech correctly. مين تحت فيها جزء غلط. she has 8 friends all of them are polite. شغالة فش اي مشاكل. after I ate lunch I went to the movie. شغالة فش مشاكل. we ate dinner. طبعا بيستهبل 8 كاتبها غلط. مفروض 8 A-T-E مش 8 اللي هي number 8 يعني. I ate a lot which made me feel sick. دوت مظبوط. which هنا عيد على الايديا كلها وهتدرسه ان شاء الله في unit number 11 في الراتف كلوز. which sentence is correctly structured. it was a film very violent. طبعا مش هينفع. it was a very violent film ودوت غلط. طيب I didn't like the film because it's being violent. غلط طبعا يا مستر. مش هينفع it's being because it was violent على طول. The film was very violent so I didn't like it. ايوه ديت اللي صح. I didn't like the film so it was violent. ما حبيتش الفيلم فطلع عنيف. المعنى بايظ هنا يا مستر. لو كان في because ما كان سو كان ممكن اختارها. Which of the following is run on. يعني مين تحت فيه ناقص كلمة. مين تحت دخل جملتين مع بعض. Tom enjoys playing tennis. He practices. ايوه دي دخل جملتين مع بعض وده اسمه run out يا مستر. بدون استخدام فول ستوب ولا حاجة. Tom enjoy في الحالة طبعا يبقى number A. Tom enjoys playing tennis. He practices once a week. شغالة. Tom enjoys playing tennis and he practices. استخدم and عادي. واللي في تحت استخدم so عادي. يعني اخر اتنين دولت compound sentence. وكنت حاطط علامة هاشتاج هنا ان نهاية الهومورك بتاعك هنا. هروح بعد كده الهومورك اللي بعديه على طول. هو هومورك الخاص بايه؟ الهومورك الخاص بالcomprehension. هتعمل comprehension بتاعتك يا مستر وشوف الهومورك بتاعك كان فين. يلا يا مستر الcomprehension بتاعت سيادتك. الهومورك اللي كان فيها لو تفتكر كان من باسج 5 لغاية passage 6. 5 و 6 في الباسج بتاعتك. 5 ديت هتلاقيها في page 121. في 121 الباسج بتاعت 5. لو انت مش معانا في الـ private اعمل screenshot عندك
شوف الباسج لان هناخد الانسر بتاعتها على طول. طيب تعال ننزل نحل يا مستر ونشوف. هنا بيتكلم هنا على تحلل المواد العضويه. في نمبر 1 الانسر بتاعتها هتبقى A. نمبر 1 A. نمبر 2 يا مستر the answer will be D. نمبر 3 the answer is C. نمبر 4 the answer will be C as well. برضو 4 هتبقى C برضو. 5 B growing. 6 A is not a weed. 7 C weeds. 8 A breakdown. Second passage, passage number 6. اعمل سكرين شوت شوفها او عندك البي دي اف تحت في الديسكربشن شوفه. تتكلم هنا على التنبؤ بالكوارث عن طريق الحيوانات. الحيوانات عندها احساس بالكوارث يا مستر. في نمبر 1 the answer will be the number D. 2 will be C animals. 3 A shortly before. في نمبر 3 سوري هتبقى C مش A shortly before. Number 4 A hurricane. 5 B increase. 7 D weeks او 6 D weeks. عرفت من فين؟ هو قال لك فوق 20 days 20 يوم يعني ما يقرب 3 اسابيع. طيب 7 A move people و 8 number D Asia. وحطيت هاشتاج هنا يا مستر. بورما موجودة في آسيا طبعا. فاضل الجزء الأخير من الهومورك بتاع سيادتك كان في الترانسليشن. هات لنا الترانسليشن يا أستاذي اتفضل بسرعة يلا. الترانسليشن بتاعك الهومورك بتاعك يا مستر في الترانسليشن كان بداية كان 3 تيستس مش تيست واحد بس. كان بداية من 5 كان 5 و 6 و 7. 5 6 and 7 ده في الترانسليشن في الهومورك بتاع حضرتك. 5 دوت موجود في 146 تبدا اكسرسايز نمبر 5. طبعا كل اللي فات اتحل فيديوهات قديمه هناك يا مستر ممكن تشوفها. يلا حضر نفسك هتحل اخر حاجه عندك في الهومورك هو ترانسليشن يا مستر في تيست نمبر 5. The answer will be A. The mistake for B في the construction the Nile High Dam أو the High Dam على طول. في نمبر C destruction. D كانت restore وكانت كلمة providing. نمبر 2 the answer is the word treasure أو المستيك في A في كلمة treasure. المستيك في B كانت في كلمة it وكلمة some. المستيك في D كانت result from والانسر كانت نمبر سي. كالمعتاد بنقول للناس اللي مش معانا ممكن تعمل سكرين شوت تشوف او تنزل تحت في الديسكربشن تشوف اللينك تحت وتحل معانا يا مستر. طيب ذا سكند كويشن في العربي الحل بتاع نمبر 3 كان A. B فيها مستيك في كلمة نفس. C مستيك في كلمة أقل. وD مستيك في كلمة تؤدي. طيب the second question الحل بتاعها كان number B. mistake في A في كلمة أغراض. C في كلمة غير ضارة بنا. وD في كلمة إيجابية ذات فوائد كثيرة. في test number 6 ال first question بتاعتك ال answer كانت B. the mistake in one factors. the mistake in C proved. D mistake برضه C فيها the growth trading. ودي فيها مستيك في كلمة have وكلمة the growth trade trading يا مستر. Number 2 the answer will be C. mistake في A agriculture. B mistake في كلمة therefore مكان however يعني وفي كلمة learning بدل learn it. D فيها mistake في كلمة culture مش agriculture. culture ثقافة و agriculture زراعة. cultivation برضو زراعة. فضل روح على العربي اول واحده فيهم الانسر هتبقى A. B فيها مستيك في دول العالم الكبير. C في كلمه زياده. وD في كلمه صادقه يا مستر. D في كلمه صادقه. طيب second question the answer will be number B.
A فيها مستيك في كلمة العقارات، C في كلمة نتائج، و D في غامضة، وكذلك في زادت. The last test عندك test number 7. الانسر بتاعت أول واحدة هتبقى B. Mistake في A في كلمة slower. Mistake في C developing. The mistake in number D is accompanies. وكلمة restrict. بعد كده في number 2. The answer will be number D. A فيها mistake في 4. B mistake في handicap. وفي كلمة teach برضو. وC فيها mistake في كلمة mean. في كلمة tears. في كلمة tears. خد بالك اني help. كلمة help ممكن تاخد 2 plus infinitive وممكن تاخد infinitive على طول. ممكن اقول help me learn او help me to learn. هتدرسها ان شاء الله في الكوزيتيف في يونت نمبر 6. طيب في العربي بتاعنا الحل بتاع نمبر 1 كانت C. mistake في A في كلمة يتعرض. mistake في B الجسدية. والmistake في D في كلمة التهور. اخر question عندك في الهومورك بتاع سيادتك الانسر بتاعته كانت A. mistake في B لبعض وعقله. mistake في C في اربع حاجات، في إن وربما وعظيمة وينتج عن، مش ينتج عنه. آخر سؤال أو آخر إجابة في نمبر دي كانت غلط، في كلمة ولا يمكن وفي كلمة المؤقت بإرهاق، وحط علامة هاشتاج هنا. كده أنا خلصت معاك النهاردة الجزء الخاص بالرايتنج. أخدنا ترانسليشن وحلينا عليها، أخدنا كومبرهنشن وحلينا عليها، وحلينا الهومورك بتاع سيادتك. إن شاء الله هتجيلي الأسبوع اللي جاي عندك إجزام، وبعت لك على الجروب بتاعك الإجزام على إيه بالظبط، وهتجيلي برضو كاتب الرايتنج بتاع سيادتك عشان نصححه لك. نشوفكم على خير ان شاء الله مع اخر سيشن الاسبوع اللي جاي في سيشن السكيلز، وبعد كده ان شاء الله تبدأ في المنهج بتاعك يا مستر. شكرا، سلام عليكم.